الأخ يسأل يقول ماذا تعرف عن القاضي عبد العزيز الوشاح؟ نسأل الله تغمده برحمته. رجل من أهل السنة كان من طلاب الشيخ بن باز عليه رحمة الله، وكان معه حين كان يكتب تعليقات صحيح البخاري، فكان الشيخ عبد العزيز الوشاح يكتب له، وهو من طلاب حافظ الحكمي فيما أظن والقرعاوي. المهم أنه عاش مع أهل السنة ومات مع أهل السنة، ومسجده يتردد عليه إخواننا بالمحاضرات على وجه الاستمرار، ويجدون منه الترحيب والاحترام، جزاه الله خيرا. نفعني الله به ذات مرة كان هناك حذاء صان الله الجميع مكتوب فيه لفظ الجلالة 5 مرات، كان اسمه الرهيل ويصنع في اليمن، وتواصلنا مع صاحب المصنع قال أنا والله ما أدري، القالب صيني إيش دراني ما أدري، وذهبت إلى القاضي عبد العزيز الوشاح فأدخلني على محكمة الاستئناف وقطع الجلسة وصاحب أعلى صوته لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه أو لا يوشكن الله يعمكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. الرئيس المحكمة قال إيش عندك يا قاضي عبد العزيز، فأخذ بيدي ورفعها، قال هذا عنده حذاء مكتوب عليها لفظ الجلالة، فأمر القاضي الكاتب أن يجعلها في أعمال غد، ورجعنا تابعنا في اليوم الآخر وجزاه الله خير، اختفى الحذاء من الأسواق ولم نره، فجزاه الله خيرا. وكثيرا ما كنا نلتقي ويزورنا إلى هنا في بعض الأحيان، فرحمة الله عليه وأحسن الله عزاء أهله وعظم الله أجرهم ورفع الله درجته في المهديين.